ميكرو فريد على قناة أنتس بريس، دائما جديد المواضيع بكل التواضيع. خرجنا الشارع المغربي كما العادة، وكل إعادة فإفادة باش غنسولو المغاربة واش كاين الزواج من أول نظرة. بغيت تعرفوا أشنو قالوا لنا، واش كاين الزواج من أول نظرة أه ولا لا؟ أجيو معايا. عليكم السلام أخ، بخير؟ الله يحفظك ليا. قول لي واش باقي الزواج من أول نظرة؟ لا خويا ما بقاش الزواج، مشى مع الناس الأولين اللي كانوا كيتزوجوا. والدينا راه تزوجوا في 13 عام، كان الزواج نيت اللي هو زواج مبني على الأساس والصح والعمل، كان زواج نيت. ما دابش من نظرة، دابا بقى لا صح لا عمل. ما بقى لا صح لا عمل، دابا بنادم راه وحده راه كضرب معاه 10 سنين كدوزها غلطه وحده بحال ما كتعرفها ما كتعرفك، راه مصيبه نضربك كاع. وانت ما تشوفش فيك بالله، والله ما تشوفش. دابا انت ما عمرك شتي في شي وحده ولا شافت فيك قلتي لها يلاه نمشيو عند العدول؟ لا ما عمري ما شتي. علاش؟ حيت عمرها طرات لك؟ لا عمرها طرات ليا وما بغاش طرا ليا انا اصلا، وما كنفكرش انا اصلا في هذاك الشيء ديال الزواج، فهمتيني؟ الزواج ديال هذا الوقت راه ضربوا الخلا بجيل ديال التسعينات. تخلقنا باش نشوف، تخلقنا باش نشوفوا باش تشوفوا باش نشوفوا هذوك جيل الايفون وجيل سبونج بوب يتزوجوا شهر ويمشيوا للمحاكم. تخلقتوا باش تبقاو تشوفوا. تخلقنا حنا غير مابقاش نشوفوا هذوك. واش باقي الزواج من اول نظره؟ واش غنقول لك اخويا، شي زواج احط تقدر تلقى شي واحد اللي غتفاهمي معاه، وتقدر شي واحد غيكون طامع فيك وبغي ياخذك وما يشوفش فيك كاع وما يشوفش فيك. قبل ما دير الخيط في البرا حتى شوف مزيان، شوف مزيان. تيقول لك فتره الخطوبه تعتبر اختبار، خاص الانسان. انت مع ديك مع هاد الفتره ديال الخطوبه؟ يعني مثلا انسان يجي يخطب انسانه ويبقى معاها واحد العام كيتمشى معاها عاد باش يتزوجوا؟ انا تنظن هكا احسن، تنظن، لان خصها تتعرفو ويعرفها، تتشوف فيه مزيان ويشوف فيها مزيان. ايه، وهاد الدراري ديال هاد الوقت الله يهديهم. امين. تيشوفوا عين المظاهر. امين. خاص يشوف البنت واش غتفاهم معاه ونتفاهم معاها. كي كان الزواج ديالكم؟ لا الزواج تاعنا كان الروعه. كانوا حتى كيجيبوا المراه اون بورتي. لا الراجل ماشي، لا ماشي اون بورتي، حتى انا شفتو وشافني وتفاهمنا وهذا وشفتو ببعضياتكم ودرتو النظارات لبعضياتكم. ايه، ولكن ماشي بحال دابا يثق فيا ونثق فيه. زواج من اول نظره مثلا تشوفك وتشوف فيها تقول لها يلاه نتزوجوا؟ وعلى حساب، على حساب النظره، على حساب الظروف. يعني مايمكنلكش من اول نظره راه تقدر تجلس معاك تكلم معاك، ولكن تدخلوا للمعقول تتولي ما كيبقاوش النظارات، ما تيبقاوش النظارات، كيوليو مضادر ضروري. حيت تولي تشوف مزيان. حيت اسمح لي، ما يمكنلكش انت شنا هذا الشيء في الصور ديالنا في افلام في الدول المتقدمه مثلا، لاول نظره تشوف البنت كدا هادي تحس بواحد الشعور داخلي كتحس تتعبر بواحد الطريقه ديال المعقول كما تنقولوا حنا بهاد لافاسو ديال الزواج. ولكن في هذا الزمن هذا ضروري يكون، خص ضروري يكون عندك، ما عندكش الله يعاون. حيت دابا انت تمشي عند باي البنت ولا عند والديها تيتكلموا معاك جميع ما يكون، وتيوصلوا معاك لواحد النقطه تيقول لك دابا شحال غتعطي ولا بيع وشرى. وراه من طبيعه الحال راه ملي تيقول لك الاب ديال البنت بحال هذا الموضوع هذا راه كتندم حتى شفتي فيها كاع. من طبيعه الحال. الله ينور. قول لي واش كاين الزواج من اول نظره؟ كتشوفك تشوف فيها تقول لها يلاه نمشيو هذا العدول. هذاك تيتسمى البلوتوث. الزواج من اول نظره راه كاين، يعني اول نظره لك عجبوني عينيك. البلوتوث هذاك، البلوتوث من عند التوت، هذاك الحب الحقيقي هذاك. اما الزواج ديال المصلحه وكذا هذاك ما نجحش. اما الزواج ديال اول نظره تيكون ناجح، حيت شفتك حبيتك. مع مرات طرات لك انت هذه القضيه السي يونس؟ وقعات ليا، ولكن ما كملش الله سبحانه وتعالى، لان تتبقى واحد النظره شي بعض المرات تكون واحد النظره. هذيك النظره كانت ما هياش عندك، ما هياش هي. هي شافتني بواحد النظره وانا شفتها بواحد النظره. هي صحابتني شي حاجه وانا صحابتها شي حاجه. ما كنتيش دير النظاظر ديك الساعه؟ ما كنتش دير النظاظر، كان علي نحيد النظاظر. واش الفرق ما بين يعني الزواج ديال شحال هذه مع ديال دابا؟ واش الزواج ديال شحال هذه كانت النيه وبقات ديك البنه خويا فريد، ما بقاش حتى في الزواج، حتى في الزواج الا طلعتي للجبل تقدر تلقى البنه، تلقى البنه. كيما شفت واحد البنت معاك النيت راه في واحد الانترفيو قالت لك انا ما بغيت لا فلوس لا والو، واحد الفيديو راه دار ضجه عندك. قالت لك ما بغيت لا فلوس لا والو، بغيت غير الراجل يكون مزيان، بغات النظره، بغات غير النظره. تحياتي. قول لي يا خويا في هذا الوقت واش باقي الزواج من اول نظره؟
ويا واش باقا النظره بعدا؟ ما بقاتش النظره. النظره مشاو داو اللي نظروا شافوا راه دابا راه عايشين المعقول. داروا النظارات. دابا دابا هادشي راه خضره. فوق التعامل. واه خضره انت وزهرك باش مسقيه بالماء عادي ولا اصطناعي. ودابا شوف كاينش الا من رحم ربي دابا الزواج ولا صفقات. كانت المراه كتجي في اونبالاج. باقا تعرفها واش ما واش هو ولد عمك ولا بنت عمك. كتجي اونبورتي. كتجي اونباليا. ودابا؟ ودابا انت اللي كتجي اونبالي خاصك تجيب الدار خاصك تجيب كل شيء. انت اللي كتلاح في لومبالاج. شوف حتى وزهرك هاد لومبالاج واش يعجبهم ولا لا. اذا ما بقاش الزواج من اول نظره. لا شوف خاص المعقول من اول نظره. حيت علاش كانت اول نظره؟ حيت كان المعقول. ملي مشى المعقول دابا وليتي عاقتك عاقتك تقول. ملي سالا المعقول عاقول. بكل تواضع. وبكل تقرديع. تحياتي.